طيب، هي محاضرة النهاردة بتتكلم عن حاجة اسمها كومباينيشنال سيركت. دلوقتي احنا لما خدنا قبل كده البوليان فانكشن، عرفنا ان البوليان فانكشن دي عبارة عن كذا جيتس محطوطة جنب بعض عشان تعمل تاسك معينة. طبعا ما كناش انترستد نعرف ايه هي التاسك دي، احنا كنا بس عايزين نعرف ايه هي كومباينيشن، ايه هي البوليان فانكشن. ان انا عندي مثلا A بلس B، A اند B بلس A اند C، عندي بوليان فانكشن بتقول كده. البوليان فانكشن دي اصلا بتعمل ايه انا مش مهم، مش مهتم. فلو احنا عايزين ناخد امثله على بوليان فانكشنز، اقول لك مثلا بوليان فانكشن دي بتعمل اديشن، بتعمل مالتيبليكيشن، فدي مثال. دي الكومباينيشن سيركت، تمام؟ فالكومباينيشن سيركت هي سيركتس، هي لوجيكال سيركت، مثال على البوليان فانكشن، تمام؟ بس هي الفكره كلها ان ليها خصائص معينه. الكومبينيشنال سيركت دي بقى لها انبوت وبقى لها اوتبوت. عدد الاوتبوت مش لازم يبقى اوتبوت واحد. طبعا احنا كنا خدنا في البوليان فانكشن ان انا ممكن يبقى عندي هي اف واحده بس، اف يعني كولوم واحد فيه زيروز وانز. لكن الكومبينيشنال سيركت دي حاجه جنرال، يعني ممكن يجي لي الاوتبوت كذا كذا كولوم، تمام؟ فالكومبينيشنال سيركت هي مثال على البوليان فانكشن. خلاص، المثال ده جنرال، يعني ممكن يبقى الاوتبوت كولوم واحد وممكن يبقى اكتر من اوتبوت. طيب، هي في الاخر الكومبينيشن سيركت دي بتعمل مالتيبليكيشن ولا اديشن ولا بتعمل ايه؟ هناخد امثله كتير، تمام؟ يعني هناخد امثله ان انا عايزه اجمع الانبوت فاشوف الاوتبوت هيبقى عامل ازاي، عايزه اضرب الانبوت ملتبلاي الانبوت وهكذا. فالكومبينيشنال سيركت دي از لوجيكال سيركت، بحيث ان هي بتاخد عدد معين من الانبوت وبتطلع العدد الاوتبوت. العدد الاوتبوت دي ممكن تبقى مش لازم يبقى كولوم واحد، تمام؟ طبعا الكومبينيشنال سيركت دي في انواع كتيره. كان في حاجه اسمها سيكونشال سيركت، بس الكومبينيشنال سيركت دي بتعتمد على ان هي بتبقى عندها انبوت وطالع اوتبوت. ما فيش حاجه اسمها ان هي مثلا بتعتمد على هيستوري او حاجه مسيبها قبل كده. انت دخلت لي 0 1 يبقى انا بشتغل على 0 1، ما بشتغلش بقى على حاجه انت كنت دخلتها لي في المرحله اللي قبل كده او في الاستيب اللي قبل ال 0 1، فاهمني؟ فالكومبينيشنال سيركت ستريت فورورد بوليان فانكشن، ليها انبوت وليها عدد من الاوتبوت، تمام؟ doesn't make use of any memory or storage device. السيكونشال سيركت هي اللي كده، لكن الكومبينيشنال سيركت ما بتستخدمش اي ايه؟ ما بتعتمدش على اي ميموري او ستورج، اوكي؟ دي بتاخد عدد من الانبوت ان وتطلع عدد من الاوتبوت ام. طبعا الاوتبوت دي برضو ما بتشيلش غير values اللي هي zeros ones. اللوجيك سير الكومبينيشنال سيركت دي البيزنج بيلدنج بلوك ليها اللوجيك جيتس. يعني لما اجي في الاخر ارسم كومبينيشنال سيركت هيبقى عباره عن اند اور ونوت جيت. طيب، طبعا انا طبعا مش بحب الكلام الكتير ده، انا بحب ان انا ادي مثال ونشرح ومن المثال نفهم ايه الفكره والخطوات. طيب، بس التو سلايدز دول بيشرحوا البروسيجر بتاع الكومبينيشنال سيركت، يعني عايز تعمل ايه عشان اشتغل على كومبينيشنال سيركت. اداني مثال معين، لازم اعرف عدد الانبوت وعدد الاوتبوت، سبيسيفاي ذا نمبر اوف ليبل اوف انبوت اند اوتبوت، وبعد كده بعمل تروث تيبل، وبعد كده بعمل سمبليفيكيشن وهكذا. فخلينا بس نشوف الايه مثال، ومن المثال ده هو اللي هيوضح لنا الفكره. انا بفضل الطريقه دي. طيب، مثلا بالنسبه للمثال الاولاني، المثال الاولاني بيقول لي ديزاين ا كومبينيشنال سيركت ويز 3 انبوت اند 1 اوتبوت. طيب، عظيم جدا. ده المثال الاولاني، ده مثال سهل. بيقول لي اعمل لي سيركت، يعني اعمل لي تروث تيبل فيه 3 انبوت وواحد اوتبوت واحد بس، تمام؟ بحيث الاوتبوت ده the output is equal to 1 when the binary value of the input is less than 3. لما يكون الباينري فاليو بتاع الانبوت اقل من 3، غير كده الاوتبوت هيبقى 0، تمام؟ فواضح جدا ان انا لو جيت احدد النمبر في السبيسيفيكيشن ستيب او الخطوه الاولانيه من التعامل مع الكومبينيشنال سيركت، ان انا لو عوزت اعرف النمبر اوف انبوت تلاقي ان هم 3. ممكن تحددهم طبعا، تقول اي بي سي اكس واي زد براحتك، بس انا متاكده ان هم 3 لان هو قالها لي اكسبلسيتلي 3 انبوت للسيركت و1 اوتبوت، والاوتبوت ده بتسميه واي او اف او براحتك زي ما انت عايز. طيب، تاني حاجة بنعمل ايه؟ انا بعمل التروث تيبل بتاعي ان في 3 انبوت و1 اوتبوت، والثلاثة انبوت دول طبعا بيشيلوا كل الفاليوز اللي احنا متعودين عليها. ببدأ احط قيم الواي بناء على اللي هو قال لي عليه. هو قال لي ان الواي تاني الواي ذا اوتبوت از ايكوال تو 0 وين ذا باينري فاليو بتاع الانبوت اقل من الثلاثة. طيب، بحط 1
طيب هاجي هنا احط في الواي دي، هحط 1 في السيل دي، في السيل في اي سيل، بحيث ان الباينر او الديسيمال فاليو بتاع الحاجه دي يكون اقل من 3. ال 000 دي قيمتها ايه؟ قيمتها 0، فهحط فين؟ عند الواي 1. طيب ال 001 دي قيمتها ايه؟ قيمتها 1، هحط هنا 1. ليه بحط 1؟ عشان الواحد اللي انا لسه قايله ده اقل من 3. طب هاجي هنا اقول 010 دي قيمتها كام؟ 2، هحط عند الواي 1 لان الاثنين اقل من 3. اول ما اجي هنا عند 011 اللي هي 3 مش هحط 1 لان ال 3 مش اقل من 3، 3 بتساوي 3، فهحط هنا ايه؟ 0. فيبقى طبعا كل السيلز اللي تحت ال 3 دي كلها بزيرو، والواي هي بس اللي ايه؟ بواحد، والثلاثه لو ان هم اللي بواحد بس. دي بس ببساطه البوليوم الكومبينيشنال سيركت. وانس ان انت شفت ترو تيبل وعرفت الاوتبوت، تقدر تكمل بقى بعد كده ان انت مثلا تجيب الكيماوي، بتعمل سمبليفيكيشن، ترسم السيركت، اي حاجه خلاص. فالكومبينيشنال سيركت السبيسيفيكيشن بتاع الفانكشن او اللوجيك بتاع الفانكشن بيتقال الاول في ستيتمنت كده، تمام؟ ما بيدينيش الفانكشن او ترو تيبل على طول، او الالجبريك فورم على طول او كده، لا بيديني كلام، وانا من الكلام بطلع التروث تيبل او من الكلام بطلع الالجبريك فورم. اوكي، هي دي الخطوه الزياده. طيب خدت انا عرفت السبيسيفيكيشن وحطيتها في التروث تيبل، ايه الخطوه اللي بعد كده؟ ببدا اعمل سمبليفيكيشن، يعني ببدا ريبريزنت الاوتبوت ده الواي في كي ماب. لو انا عايز التروث تيبل ده اعمل له ريبريزنتيشن في كي ماب، هيبقى الكي ماب عباره عن كام؟ 3 انبوت، هتبقى عباره عن 8، يعني اللي 2 في 2 في 4 2 تدي الكي ماب. بقى الخطوه الثانيه بعد ما بفهم السبيسيفيكيشن وبفهم النمبر اوف انبوت والنمبر اوف اوتبوت، ان انا ابدا استخدم الكي ماب. طبعا هو احنا لو كنا خدنا طرق كتيره كنا نستخدم حاجات فيه تابلر ميثود وفي الجبر، في بولين الجبر وحاجات كتير، بس طبعا عشان اللي خدناه لغايه دلوقتي الكي ماب، فاحنا نعمل اوبتمايزيشن او سمبليفيكيشن للتروث تيبل باستخدام الكي ماب. طيب دي شكل الجريد لثلاثه انبوت، عايزه املي الكي ماب دي، هيبقى عندي اول ثلاثه اليمنتس بايه؟ بوحيد. هيبقى هملي السيل الاولانيه دي بواحد والسيل الثانيه بواحد، بس السيل الاخيره هي هتبقى بواحد لان انا بمشي 0 1 2 3، تمام؟ فهتبقى عندي كده، واضح كده؟ تمام. طبعا بما ان انا عملت فيلنج الكيماب يبقى هعمل سمبليفيكيشن، يعني هشوف اعمل ميرجنج واشوف الميرجنج ده بيطلع لي ايه. فهلاحظ ان انا هو بس عمل سكيب لخطوه، المفروض يحط له الثلاث وحيد بس وبعدين يعمل ميرجنج. فبفرض ان هو حط، هنبدا خطوه الميرجنج، هلاقي ان الوحيدين دول نيبرنج لبعض او هم جيران لبعض، فهحطهم الاثنين مع بعض. طيب هيبقى لي الواحد ده لوحده، فهشوف الواحد هعمل له كومبايننج لوحده ولا اشوف حاجه ثانيه اعمل لها كومبينيشن معاها. هلاقي ان الواحد اللي موجود هنا ده في الكورنر بتاعه خلاص، فاعمل كومباين الواحد اللي في الحرف ده مع الواحده اللي في الحرف ده، تمام؟ فناتج الميرجنج بتاع الاثنين دول مع بعض ايه؟ هلاقي هنا ان الاي كانت ثابته بس قيمتها بزيرو. لو انا عايز اعمل سمبليفيكيشن للكيماب بحيث ان البرزنتيشن يبقى عباره عن اس او بي او يبقى على هيئه سمشن، هيبقى الاثنين دول ابص لهم كده الاقي ايه اللي ثابت وايه اللي مش ثابت، الاقي ان الاي ثابته ما اتغيرتش في القيمه دي ولا القيمه دي، فهيبقى الاي معايا، بس الاي هتيجي معايا ايه ولا ايه نوت او ايه بار؟ هتبقى ايه بار لان قيمتها كانت بزيرو، تمام؟ هاجي اشوف في الكولم عند 00 وهنا 01، هيبقى اللي ثابت معايا البي، بس البي هاخدها بالبي بور، تمام؟ دي الايه الالمنت الاولاني. هاجي بعد كده الميرجنج الثاني اللي هو الوحيدين دول مع بعض، هلاقي ان الواحد كانت ثابته فهتبقى معايا ايه بار، بس اللي كان ثابت في الكولم كان الزيرو الزيرو زيرو وال1 زيرو يعني السي، فيبقى ايه؟ سي بار، تمام؟ دي بالنسبه لي لو انا عايز اعمل سمبليفيكيشن. بقف عند كده، لا هو بيقول لي اصلا في السؤال، راس السؤال ديزاين ا كومباينيشنال سيركت، كومباينيشنال سيركت يعني في الاخر لازم ارسم، تمام؟ بشوف السيركت دي معناها ايه، اعمل لها سمبليفيكيشن وبعدين لازم ارسمها، خلاص؟ دي خطوه اساسيه مش اوبشنال، يعني مش محتاج ان انت يتقال لك في راس السؤال كده درو ذا لوجيك دايجرام، لا هو ديزاين ا كومباينيشنال سيركت، يعني لازم توصل لمرحله الرسم، تمام؟ ما لم يذكر لك في السؤال ان انت ما ترسمش عادي يعني، بس هو ده دي حاجه اساسيه يعني.
ان انت ترسم اللوجيك دياجرام. طيب دي الواي، وعايز ارسم الواي بحيث ان الواي دي تكون عباره عن الاي بار بي بار، هيبقى عندي طبعا اتفقنا احنا نرسم باي طريقه، ممكن الاي والبي والسي احطهم فيرتيكال او هوريزونتال، فلو فرضنا احنا نحطهم كده فهيبقى عايز اخد لاين من الاي بار والبي بار، يبقى اعمل نوت من الاي ونوت من البي دي، واعمل لهم ايه؟ اعمل لهم اند، وبعد كده هاخد نوت لاين من النوت اي ولاين من النوت سي واعمل لهم اند اهو، وبعد كده اعمل لهم هما الاثنين ايه اور اللي هي دي، وكده تنتج لي الواي. لغايه دلوقتي الكومبينيشنال سيركت فهمنا معناها، فهمنا البروسيجر، فهمنا الخطوات في الاخر بتنفذ ازاي، تمام. طبعا في شرح تاني في الكومبينيشنال سيركت، بس لغايه دلوقتي في حد عنده مشكله؟ في حد عنده مشكلة؟ لا تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. طيب بالنسبة للمثال الثاني، طبعا احنا اتفقنا ان الكومبينيشنال سيركت ممكن يبقى ليها اكتر من اوبت، خلاص. فهنا بيقول لي ديزاين ا كومبينيشنال سيركت ويز 3 انبوت اند ا نمبر اوف اوبت. ا نمبر اوف اوبت يعني ما قاليش كمان عدد من الاوبت، فانت محتاج لوحدك لما تفهم الفانكشن تعرف هما كام اوتبوت. الاوتبوت بقى بيقول لي ايه؟ ذا اوتبوت از ا نمبر ذات ايكوال تو ذا دبل اوف ذا انبوت. الاوتبوت ده عباره عن الدبل اوف الانبوت، يعني الانبوت بتاعك لو كان زيرو هيبقى الدبل بتاعه زيرو، لو الانبوت كان بواحد هيبقى الدبل بتاعه ايه؟ اتنين، لو اتنين يبقى الدبل بتاعه اللي هو اربعه، دبل اللي هو ايه؟ ضعف يعني. خلاص؟ فانت دلوقتي لما يكون عندك ثلاثه انبوت، التلاتة دي أقصى رقم اسمه إيه؟ أقصى رقم بيبقى سبعة، واحد واحد واحد، تمام؟ السبعة دي ضعفها كام؟ ضعفها 14، 14 دي بعملها ريبريزنتيشن في كام؟ في كام ديجيت أو كام بت؟ بعملها ريبريزنتيشن في أربعة، يبقى الأوتبوت بتاعي عبارة عن أربعة بت، تمام كده؟ يبقى أنت ممكن ما يقولكش بصراحة عدد الإنبوت وعدد الأوتبوت، أنت بتفهم من السبيسيفيكيشن بتاع الكومبينيشنال سيركت. طيب خلينا نرسم حاجه زي كده ونشوف التروث تيبل بتاعي هيبقى عامل ازاي. هيبقى عباره عن عندي ثلاثه انبوت وعندي الاي والبي والسي، وبعد كده عندي الاربعه اوتبوت اللي احنا اتفقنا عليهم. عرف ان هي الاربعه، عرف ان هو لما ركز في المعنى للفانكشن لقى ان طالما الاوتبوت هيبقى عباره عن ضعف الانبوت فالاوتبوت الماكسيمم بتاعه كام؟ الماكسيمم بتاعه سبعه. سبعه ضعفها كام؟ ضعفها 14. فعشان اعمل ريبريزنتيشن ال 14 هيبقى عندي ايه؟ ال 14 في 4 بت، فيبقى الاوتبوت 4 بت. سماها بقى اي بي سي، تسميها اكس واي زد، تسميها زي ما انت عايز، بس طبعا اكيد مش نفس السيمبلز بتاع الانبوت. طيب ده بالنسبه لي مجرد بس عرفت عدد الانبوت وعدد الاوتبوت. عايزه بقى احط التروث تيبل، يعني عايزه افل التروث تيبل بالمعنى اللي انا فهمته ده. دلوقتي البوليان الكومبينيشنال سيركت بتقول لي ان انا ضعف اللي داخل، فاللي داخل لي هنا كام؟ ده زيرو، يبقى ضعفه كام؟ زيرو برضو. عارفه يعمل ستيب؟ ماشي خليها عادي. طيب هنا الواحد ضعفها كام؟ اتنين، فيبقى عندي صفر 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 واحد صفر، دي معناها اتنين. طيب بعد كده عندي اتنين اللي هي صفر واحد صفر، الضعف بتاعها كام؟ الضعف بتاعها اربعة، يبقى صفر واحد صفر صفر، دي معنى الاربعة. طيب بعد كده التلاتة، ضعف التلاتة كام؟ ستة، يبقى صفر واحد واحد صفر، اوكي؟ وهكذا بقى لما تيجي تكمل هتلاقي ان انت السبعة الضعف بتاعها 14، اوكي؟ دي في خطوة ان انا بفعل التروث تيبل. يبقى أول حاجة بحدد عدد النمبر في انبوت والنمبر في اوتبوت، وبعد كده بفعل التروث تيبل اكوردنج تو اللوجيك بتاع الكومبينيشنال سيركت، وبعد كده بعمل طبعا الكي ماب. الكي ماب بقى نركز عشان دي معلومة زيادة في الكومبينيشنال سيركت. بما ان الاوتبوت بتاعي عباره عن اربعه كولمز، هيبقى عندي اربعه كي ماب، كل كي ماب بتعمل سمبليفيكيشن للاوتبوت معين، تمام. يعني دلوقتي هو هنا اختصر يعني الاخر خلاص، بس مش مشكله. دلوقتي انا لما كان عندي اوتبوت واحد بس، كنت بعمل ايه؟ بديزاين كي ماب وبطلع في الاخر السمبليفيكيشن بتاعها وبرسمه. دلوقتي الاوتبوت بتاعي فيه كام كولم؟ في اربعه، يبقى هعمل كي ماب لده واعمل السمبليفيكيشن بتاعه وارسمه، خلاص.
وهاجي عند الاكس هعمل الكيماب بتاعتها واعمل السمبليفيكيشن والسم. فلو نلاحظ احنا دي معلومه، المعلومه دي دي صدفه في المثال ده اتعملت بسرعه، بس في المثال الجاي هتعمل بالتفصيل، هيبقى فيه كذا كيماب يعني سمبليفيكيشن، بس المثال ده اتحل بسرعه ليه؟ لان هو لما ركز لقى ان ان الدبليو، هتلاقي ان الدبليو هنا 0 0 0 0 اربع اصفار واربع وحايد، يعني هي بتساوي ايه بالظبط؟ بتساوي الايه، لان الايه اربع اصفار اربع وحايد، فعشان كده خد لاين من الايه على طول للدبليو. هنيجي عند الاكس، تبقى عباره عن هو انا طبقت اللوجيك عادي، بس صدفه طلع اللوجيك ده عباره عن هو هو الايه، وهنا مثلا بالنسبه للاكس 0 0 1 1 0 0 1 1. طبعا بمجرد النظر دي مش حاجه عليك، يعني انت المفروض عادي بتعمل سمبليفيكيشن وبتعمل ميرجنج، وناتج الميرجنج هو اللي بتحطه، بس في كل الاحوال ناتج الميرجنج هيطلع هو هو ده، بس هي الفكره كلها ان السلايدز ما شرحتهاش بالتفصيل خلاص. بس هنا هتلاقي ان الاكس هي اياها البي. طب الواي هتلاقي 0 1 0 1 0 1، يبقى الواي هي اياها السي، فهياخد لاين من الايه، من السي احطها عند الدبل. طب الزد، الزد لاحظت ان كلها اصفار خلاص، يبقى الزيرو بيروح للزد، ده معناه ان مفيش مفيش وحايد خالص ولا في اي حاجه خلاص، يبقى الزد بتساوي صفر. طيب ده بالنسبه للمثال ده. يبقى المثال الاولاني عرفنا منه الكومبينيشنال سيركت بتتعامل ازاي. المثال الثاني عرفنا ان الكومبينيشنال سيركت ممكن يبقى فيه اكتر من اوبوت، وبالتالي هيبقى عندي اكتر من كيماب، وبالتالي هيبقى عندي اكتر من سمبليفيكيشن، واكتر من سيركت لكل اوبوت، بتعامل كل اوبوت منفصل تمام. طيب المعلومه الثالثه بقى في الانبوت في المثال الثالث. هنا بقى بيقول لي ديزاين ا كومبينيشنال سيركت ذات سبتراكت 5 فروم ا 4 بت باينري نمبر، والانبوت كان نوتك فاليو ليس ذان ال 5. بيقول لي ديزاين ا كومبينيشنال سيركت بحيث ان هو اللوجيك بتاع الكومبينيشنال سيركت انه بيطرح 5 من الانبوت، بحيث ان الانبوت ده 4 بت باينري. يبقى اولا عرفت ان الانبوت عباره عن 4 بت باينري نمبر، يعني الانبوت عباره عن 4 ايه بيتس تمام. الاوتبوت بقى لو انت معاك 4 بيتس، الماكسيمم رقم فيه كام؟ 16 ولا 15؟ 7 يبقى 15 اطرح منها 5، هو بيطرح فروم الدول 15 اطرح منها 5، يبقى كام؟ هيبقى 10. ال 10 اعمل لها ريبيتيشن في كام بت؟ اخرها 4، يبقى عباره عن، يبقى دلوقتي عندي 4 الانبوت عباره عن 4 انبوت 4 بت، والاوتبوت برضه عباره عن 4 تمام. الانبوت عباره عن 4 والاوتبوت عباره عن 4. عرفت الاربعه دي منين؟ ان هو بيقول لي انا بطرح من 4 بت نمبر، يبقى النمبر اللي داخل لي انا بطرح منه النمبر اللي داخل لي عباره عن 4 بت او 4 ديجيتس، يبقى خلاص هو عباره عن 4. طيب الاربعه دول اخر رقم فيه كام؟ طبعا هي بتختلف من حاجه لحاجه، بس دلوقتي لو جينا عند الرقم الاخير اللي هو 15 اطرح منه كده 5 هيبقى 10، ال 10 اعمل لها ريبيتيشن في كام؟ في 4، هيبقى الاوتبوت بتاعي عباره عن 4 خلاص. يبقى ده الستيب اللي عرفت فيها الانبوت بتاعي كام والاوتبوت بتاعي كام. ابني التروث تيبل ازاي؟ انا ممكن ابني التروث تيبل عادي، بس هو قال لي خدي بالك ان الانبوت كان نوت تيك فاليو ليس ذان 5، الانبوت ما ينفعش ياخد فاليو اقل من الخمسه تمام. يعني ايه؟ انا دلوقتي لما باجي في الحاجات هنا بلاقي ان في صفر وفي واحد وفي اتنين وفي ثلاثه وفي كل حاجه لغايه الخمسه، يعني الارقام دي اعمل فيها ايه لما هو بيقول لي الانبوت ما ينفعش ياخد برقم اقل من 5؟ هقولها بعدين. طيب لو الانبوت كان 5 هطرح من الانبوت 5، يعني الخمسه اللي عندي هطرح منها 5 هتبقى صفر. هنعمل كده هلاقي ان دي الخمسه اهي، لو طرحت منها 5 هتبقى ايه؟ 4 اصفار. طب لو كانت 6، 6 اطرح منها 5 هيبقى 1. طب لو كان 7، 7 اطرح منها 7 اطرح منها 5 هيبقى 2، وهكذا. تيجي عند ال 8، 8 اطرح منها 5 هتبقى 3، هيبقى السيل دي 3 تمام كده. يبقى بعرف عدد الانبوت وبعرف عدد الاوتبوت، عرفت عدد الانبوت وعدد الاوتبوت. طيب عايز افل التروث تيبل، التروث تيبل بيقول لك ايه؟ الانبوت ما ينفعش ياخد رقم اقل من 5، يبقى هبدا اشتغل او ابدا افل من ايه؟
من الخمسة، يبقى خمسة ناقص صفر، ستة ناقص خمسة ناقص خمسة، ستة ناقص خمسة، سبعة ناقص خمسة وهكذا. طب اللي فوق ده يعمل فيه ايه؟ اللي فوق ده طالما هو ما جابش سيرته بتكتب فيه ايه؟ اكس. اكس دي يعني معناها دونت كير، يعني ما مش مهم، هو مش مهتم يعرف او يعني يطلع النتيجه لو كانت، لو كان الانبوت صفر او واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه، فاهمني؟ ففي بعض الحالات هو بيديك سبيسيفيكيشن للكومبينيشنال سيركت عند سيلز معينه، بس بيجي عند السيلز الثانيه يقول لك انا مش مهتم هي تبقى ايه. خلاص؟ في الحاله دي بحط سيلز لايه؟ في السيلز دي دونت كير، او بحط فيها اكس. الاكس طبعا دي هتفيدنا في الاستيب اللي بعد كده عادي، بس دي في حاله لو الانبوت ما كانش جاي لي في سبيسيفيكيشن. خلينا اشرح الدونت كير دي بشكل افضل، بس انا ما فيش معرفش ايه التول اللي ممكن اشرح بيها. بس دلوقتي لو انا عندي اي بي سي دي وكان عندي اوتبوت واحد، وقلت لك الاوتبوت ده بيطلع زيرو لما بيكون الانبوت زيرو، وبيطلع واحد لما بيكون الانبوت بواحد. طب لما الانبوت بيبقى 3 او 4 او 5 او 6 او 7 مش هيطلع، ما قاليش في الحاله اللي هو ما قاليش فيها بحط دونت كير. تمام كده؟ معايا شباب؟ في حد معايا؟ معاك يا دكتور. طيب خليني اكمل المثال ده واشوف مثلا هيعمل ريتشال للدبليو ازاي. طبعا اتفقنا ان هو هيعمل كي ماب وسمبليفيكيشن لكل اوتبوت على حده. طيب هيجي مثلا هنا في الدبليو لو عايز افل الاكس، الاكسات الخمسه دي ورا بعضها وبعدين اصفار كتيره وبعدين في الاخر اربع وحايد، اللي هي دي اربع وحايد دول، هلاقي ان هي دي الايه؟ الكي ماب بتاعتي. تمام؟ الاربع وحايد دول لو ركزنا هنلاقي ان هو 14 15 16، والكي ماب هيبقى 12 13 14 15. دي الاماكن الوحايد اللي المفروض ايه اعمل لها فيلنج في الكي ماب بتاع الدبليو. اعمل لها ميرجنج. ناخد بالنا ان احنا بنفيل الدونت كير في الكي ماب عادي، لو في اماكن فيها دونت كير بحطها. هفهم فايدتها دلوقتي بعدين في المثال الجاي. طيب هيبقى الاختصار او السمبليفيكيشن للدبليو عباره عن ايه؟ عباره عن ميرجنج الواحد ده مع الواحد ده، ناتج ميرجنج الواحد ده مع الواحد ده، وزائد ناتج ميرجنج الواحد ده مع الواحد ده. تمام؟ طيب دول السمبليفيكيشن بتاعهم عباره عن ايه؟ عباره عن بالنسبه للرو كان الاي والبي ايه مالهم ثابتين، هيبقى معايا اي بي. طيب بالنسبه للكولم واحد 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 صفر هيبقى ايه؟ هيبقى السي، هيبقى الناتج بتاعها اي بي سي. تمام؟ طيب هاجي عند الوحدين دول، ايه اللي ثابت في الرو؟ الواحد اللي هو اي بي، اللي هيبقى ثابت الاي بي وقيمتهم بواحد، فيبقى معايا اي بي. طيب ايه اللي ثابت في كولم؟ صفر واحد واحد واحد، يبقى ايه اللي ثابت؟ الدي، والدي قيمتها هنا بواحد اهي وهنا بواحد، يبقى دي هتتحط زي ما هي من غير اي بار، هيبقى اي بي دي. تمام؟ ده السمبليفيكيشن بتاع ال دبليو. طيب لو عايز اجيب السمبليفيكيشن بتاع الاكس، طيب اولا ادي الاكس خمس دونت كير، وبعدين اربع اصفار، وبعدين اربع وحايد، وبعدين ثلاث اصفار. اماكن الدونت كير اربع اصفار ورا بعض، يبقى اكيد طبعا اربع اكسات ورا بعض، يبقى دي الاربع اكسات. بعد كده في اكس خمسه تبقى دي مكانها. تمام؟ اهم لكل اصفار ما عدا السيلز دي هي اللي هتبقى اربع وحايد. اربع وحايد لو ركزنا معاها هي الاماكن دي. تمام؟ طيب طبعا انا نلاحظ ان انا بسكيب بنمل ازاي، لان المفروض ان دي كانت في محطه الكيماب، والطبيعي ان احنا عملنا تريننج عليها ازاي بنحط الاماكن في الكورسبوندنج انديسيز ليها في الكيماب. طيب نلاحظ في الكيماب واحنا هنا في المحاضره دي، لو عندك دونت كير بتحطها عادي في الايه؟ في الاماكن بتاعتها. طيب هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان انا عندي هنا واحد، اربع وحايد، ثلاث وحايد وواحد، اعمل لهم ميرجنج ازاي؟ كان ما كانش فيه دونت كير. يعني لو ما عملناش الميرجنج اللي ظاهر في الشاشه ده، عندي هنا واحد وواحد وواحد، الواحد ده والواحد ده ممكن ياخدوا مع بعض،
والواحد ده والواحد ده ممكن ياخده مع بعض والواحد ده ياخده لوحده صح كده؟ تمام؟ تمام. لو عايز اعمل سيمبليفيكيشن للكي ماب بتاع الاكس هيبقى عندي هما اربع وحدات فاعمل الاثنين دول مع بعض والاثنين دول مع بعض وده لوحده. بس انا ممكن استفاد من الدونت كير سيلز لان الدونت كيرز دي دونت كير يعني ممكن تبقى زيرو وممكن تبقى 1 فاهمني؟ فانا ممكن اعمل اكومباين الوحدات دي مع الدونت كير هيديني سيمبليفيكيشن اقل احسن يعني. ففي حاله الكومباينيشنال سيركت وكان عندك دونت كير بتعمل ميرج مع الدونت كير لو كان ينفع. هنلاحظ هنا ان انا لما كنت في البتاع دي في الجريد دي كان عندي دونت كير اهي بس ما كانش ينفع اعمل لها كومبانيشن مع اي واحده من دول فكانها مش موجوده تمام. بس لو كان الدونت كير بتحطها في الجريد لو كان ينفع اعمل ميرجنج معاها او لو الميرجنج معاها هيعمل لي سيمبليفيكيشن اقل هاخدها معايا. فلما اجي اخد الاثنين دول مع بعض مش هاخدهم مع بعض هاخد الاثنين دول مع الاثنين دول خلاص. ولما اجي اخد الاثنين دول مش هاخدهم مع بعض هاخد مع دول بعمل بختار الجروبنج اللي فيه عدد نمبرز اقل عدد سيلز اقل وده مش هعمله لوحده هعمله مع ده. خلينا نشوف الريزلت بتاع الميرجنج. لو عايزه اعمل ميرجنج ليه الاثنين دول مع بعض ايه اللي ثابت في الرو ال1 0 اللي هو الاي بي بار انا عندي ده الرو ده الرو ده والرو ده ايه اللي ثابت فيهم 0 0 وال1 0 يبقى اللي ثابت فيهم ايه البي بار يبقى معايا البي بار. طيب هاجي هنا بالنسبه للكولم نفس التو سيلز دول والكولم ايه اللي ثابت في الكولم عندي 1 1 1 0 اللي ثابت السي هيبقى معايا السي هيبقى بي بار سي هي دي الناتج السيمبليفيكيشن للوحدين دول. طيب لو عايز اخد الوحدين دول هاخد معاهم الدونت كير دول هيبقى عندي الرو ده والرو ده ايه اللي ثابت في الرو ده والرو ده عندي 0 0 و1 0 0 0 و1 0 يبقى اللي ثابت ايه البي وهيبقى بي بار تمام. طيب ايه اللي ثابت في الكولم 0 1 و1 1 يبقى اللي ثابت مين الدي وهتتحط زي ما هي دي من غير بار هيبقى بي بار دي دي ناتج السيمبليفيكيشن لميرجنج الاثنين دول مع بعض. طيب عايز اخد السيل دي بدل ما اخدها لوحدها اعمل لها ميرجنج مع دي مع الاكس اللي فوقها. طيب يبقى بالنسبه للروز عندي 0 1 و1 1 مين اللي ثابت البي هيبقى معايا البي. بالنسبه للكولم الاكس دي والواحد دي الكولم بتاعهم كان ايه اللي ثابت معاهم اللي ثابت معاهم السي والدي مع بعض بس سي دي بار هيبقى سي بار ودي بار. دي ناتج السيمبليفيكيشن بتاع الماب بتاع الاكس والمعلومه كده في الماب دي ان احنا بنعمل ميرجنج مع الدونت كير اوكي. طبعا هنفذ اللي انا عملته ده مع الواي بعد ما اعمل فيلنج للسيلز بتاع الواي دي احطها في ماب هتنتج لي الماب دي. هلاحظ ان في وحايد عندي هنا واحد 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 وادي واحد واحد الطبيعي ان انا بعمل ميرجنج الواحد ده مع الواحد ده خلاص والواحد ده مع الواحد ده والواحد ده مع الواحد ده تمام. بس لو هكونسيدر الدونت كير هلاقي ان لو ان في دونت كير موجوده هنا فممكن اخد الاربعه دول مع بعض تمام. طبعا نلاحظ ان انا خدت الاثنين دول ده مع يعني ده مع ده عشان ما ينفعش اخد الثلاثه دول مع بعض ده مع ده مع ده ما ينفعش لان هم لازم 2 4 8 16 خلاص او واحد لوحده. فبما ان في دونت كير فاخد الاربعه دول مع بعض اللي جوه السيركل يعني هاخد الاربعه دول مع بعض وهنا برضه هلاقي ان الوحدين دول مش هينفع اخدهم مع بعض عشان في دونت كير يفضل فهيبقى عندي اربعه مع بعض. اشوف ناتج السمبليفيكيشن هلاقي بما ان المعلومه بس يعني اللي هو وانت طول ما انت يعني عشان لو بتتعامل كتير هتلاقي ان لو انت بتعمل ميرجنج الحاجه بتاخد رو بتاخد كولم كامل هيبقى الرو بيتغير فالرو الاي والبي دي عمرها ما هتظهر معاك تمام لان هو بيتغير من السيل دي للسيل دي للسيل دي والسيل دي
فيبقى ال A وال B دايما مش معايا. طيب ايه اللي هيبقى موجود عندي هنا؟ هيبقى معايا سي دي، هيبقى دي معايا خلاص. طيب بتعمل ميرجنج برضو لنفس الشكل هنا اهو، اللي هو اكس اكس واحد واحد، دي برضو حاجة بتاخد الكولم كله، يبقى بتتغير من خلال الروز كلها. فالرو مش هيبقى معايا ال A وال B، هيبقى معايا ايه؟ معايا سي دي، بس السي دي هتبقى معايا سي دي بار، سي بار دي بار. تمام، يبقى ده نتيجة السمبليفيكيشن للواي، نفس اللي انا عملته اعمله في الـ في الزد. بعد ما اعمل فيلنج للماب بتاع الزد هتنتج لي حاجه بالمنظر ده. على فكره كان في حاجه في الكويز كان فيها كده، في سيبنا من دونت كير، كان في واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وهنا وهنا، يعني 8 وحايد، 8 وحايد جنب بعض، بس ما بتعرفش تعمل سيليكشن، يعني واحدين هنا وواحدين هنا وواحدين هنا وواحدين هنا، وكان في 4 وحايد هنا نفس كده بالظبط، 4 واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وواحد هنا. في ناس عملت لي ميرجنج للثمانيه دول مع بعض، الثمانيه اللي هم اكس واكس دول واللي تحتهم والاربعه دول مع بعض. غلط، انت بتعمل الثمانيه ماشي مع بعض، بس دي لما تبقى كده بتاخد الكورنر معاها، فاهمني؟ يعني اللي عمل ميرجنج للاربع وحايد دول مع بعض لوحدهم وكان في كورنر اربع وحايد تانيين، هو كده غلط، لازم يعمل ميرجنج مع الكورنر برضه. تمام، طيب بالنسبه للكي ماب دي انا عندي دلوقتي ثلاث وحايد وفوقهم دونت كير، وهنا وحايدين وفوقهم دونت كير، اعمل ميرجنج لايه؟ هاخد الاربع وحايد دول مع بعض والاربع وحايد دول مع بعض، بس هاخد الاربعتين مع بعض عشان هم اصلا كورنر مع بعض، فيبقى في الاخر عندي ميرجنج واحد بس. تمام، الميرجنج واحد بما انه هو كولم يبقى ما فيش حاجه في الدي، فيبقى في الروز اللي هو اي بي مش هيبقى معايا. ايه بقى اللي ثابت هنا؟ عندي 0 0 و1 0، ايه اللي ثابت؟ الدي، بس الدي بار، يبقى الزد عباره عن دي بار. طيب ده كده السمبليفيكيشن، هم الاربعه. نرسم بقى كل واحده لوحدها، هي دي بقى اللي انا كنت بقول فيها في المثال اللي فات، ان صدفه واحنا بنرسم، يعني الطبيعي ان لما يطلع لك اربعه اوبوت بتعمل اربعه كي ماب وباربعه سيركتس. دي ده المثال ده بالتفصيل، كان المثال اللي فات كان سهل. هنا اهو الرسمه دي، لو عايز بترسم سيركت للدبليو، سيركت للاكس، سيركت للواي، وسيركت للايه؟ للزد. بيبقى عندك أربعة أوبوت. طيب إن كان دايما كنا بنرسم، مهما نرسم في الآخر بيطلع لي إيه؟ دبليو، بيطلع لي واي، أو شوف الـ أو إف. هنا بقى بيطلع لي كذا إيه؟ دبليو وإكس وواي وزد. تمام؟ دي الرسمة كلها، بس خليني برضو لو في حد حابب بالتفصيل يعرف عادي. الـ W عبارة عن الـ A B D، يعني آخد واير من الـ A، واير من البي، واير من الدي، واعمل لهم اندنج لانهم دوت، فيبقى عندي هنا في اند اهي، داخل لها ثلاثة حاجات، الواير الاولاني واصل للاي، والواير الثاني واصل للبي، والواير الثالث واصل للدي. طيب هنا اي بي سي، يبقى عندي اند جيت فيها ثلاثة، داخل لها ثلاثة انبوت اللي هي دي، والثلاثة انبوت دول عبارة عن الاي بي سي، يبقى الاي وادي البي، تعرف السبب بتاعي شغاله لا، بس وده الايه؟ وده السي. الناتج بتاعهم بقى بعمل له اورنج عشان يطلع لي الدبليو اللي هي دي. خلاص؟ طيب مثلا بالنسبه للمثال ده اللي هو الزد بيساوي الدي بار، فيبقى عندك الزد تاخد واير من الدي بار. يبقى كده خلصنا الزد. وهكذا طبعا لو عايز ترسم الواي بار، الواي اللي هو سي بار دي بار والسي دي. اوكي، ده بالنسبة للمثال ده. هو كده هو انا كده يعتبر خلصت، وكان في مثال تاني بس حابة بس اشوف حد عنده، لو حد عنده سؤال يعني. كده المحاضرة، ايه؟ المحاضرة خلصت. محاضرة يعني ايه اللي خلصت؟ ايه؟ هنكمل الشرح تاني ولا خلاص كده؟ انا بسالكوا حد عنده مشكله في اللي انا شرحته لغايه دلوقتي؟ هي الرسمه دي هتيجي في الفاينل يعني، عشان انهي رسمه اللي احنا لسه رسمناها من شويه اللي هي الاكس والواي والزد.
اه طبعا عادي قلق. مش في محاضرة اسمها كومبانيشنال سيركت؟ لا هي الفكرة كلها ان الفاينل ساعة، انا فاهم ان الكومبينيشن ايه ساعة. اللي فاينل ساعة يعني ما نحلش؟ فاينل ساعة يعني ما نسألش؟ مش فاهمة. لا فاينل ساعة ممكن اسألك سؤال تحله في ساعة، بس لازم اسألك يعني؟ مش فاهمة. بس قصدي الرسمة هتاخد وقت كبير، وال ما فيش حاجة اسمها تاخد وقتك. لا لا مقاس إيه. والبوليو كل ده هياخد وقت كبير يعني. ما